هنا في هذه المواقع العسكرية بجبهة الفاخر بالضالع، وبين ثكناتها يقضي الجندي حمزة أجازة عيد الفطر المبارك بجانب زملائه المقاتلين من أبطال القوات المشتركة، ويرى أن عيده أجمل وأسمى في تلك الثكنات مدافعا عن الأرض والكرامة، ويشعر بالعزة والفخر وهو يقوم بالتصدي لعناصر الميليشيا الحوثية. نهنئ شعبنا اليمني العظيم وأخواننا المرابطين في الجبهات، ونقول لهم عيد مبارك ونصر قريب إن شاء الله، ولا عيد إلا في الجبهة، وأن أعيادنا في جبهاتنا تزيدنا عز وشموخ وإباء. وفي إطار الزيارات العيدية للمقاتلين في الصفوف الأمامية، قامت القيادات العسكرية بتبادل التهاني مع المقاتلين بجبهات مريس والفاخر وباب غلق والجب شمال وغرب الضالع، وكذلك الإطلاع على الجاهزية القتالية والعسكرية في الوقت الذي أكد فيه المقاتلون تجديد العهد والولاء لله والوطن ومواصلة معركة تحرير الوطن وتخليصه من عناصر الميليشيا الحوثية. نهني أخواننا المرابطين في جميع الجبهات في محافظة الضالع بعيد الفطر، وأن نحن إن شاء الله صامدين صمود الجبال في قوة وعزيمة إن شاء الله حتى تهنى النصر، حتى النصر. بصبر وثبات يقضي أبطال القوات المشتركة أجازة عيد الفطر المبارك في مواقعهم ومتارسهم بجبهات الضالع، فألم الفراق والبعد عن الديار في مثل هكذا مناسبة يهون في سبيل تخليص الوطن من الميليشيا الحوثية واستعادة الهوية والعزة والكرامة. من الصفوف الأمامية بجبهة الفاخر، محمد الشعيبي، اليمن اليوم، الضالع.